بسم الله، سألتكم بالله كده صلوا على رسول الله. الاسم عبد العزيز قاسم، عبد العزيز قاسم بريمة، مدير ومؤسس مركز عزيز المعرفي للغات وتنمية بناء القدرات. المركز أسس 2017، يدرس بالطريقة الحديثة. نحن شغالين بالمودرن تيتشينج أو التدريس الحديث، تقدر تقول الستايل بتاعنا أو الطريقة بتاعتنا اسمها modern teaching. The modern، ممكن تقول modern، ممكن تقول modern، ودي الحاجات اللي ممكن تلقاها قاعدة في المركز. teaching sounds، teaching accent، حاجات كثيرة جدا. لكن القصة معنا المركز، بس أنا حبيت أوضح للناس إنه أنا القصة بتاعتي رسالة موجهة لوزارة التعليم العالي في السودان أو بالسودان، ما يحلو لك. الرسالة دي يا جماعة أنا برسلها لأي زول هو مسؤول في جانب التعليم، وبالتحديد قطاع اللغة الإنجليزية في الجامعات وفي الكليات. أنا عندي ملاحظة من زمان جديد، منذ أنا كنت طالب ملاحظ إنه في حاجة ما موجودة في السودان في الجامعات السودانية، وقاعد كل مرة يعني أقول أنا عايز أتكلم عن الحاجة دي. أنا بتكلم كزول عادي، أستاذ عادي، مواطن عادي سوداني، عايز أرسل رسالة من حمدوق لحد آخر غفير في السودان، وخصوصا للناس اللي عندهم اهتمام بالتعليم. وأنا بتكلم لما أقول التعليم ما بقصد كل التعليم، أنا بتكلم الإنجليزي بالتحديد أو اللغات بالتحديد. في مشكلة في اللغة الإنجليزية في الجامعات، وأنا عايز أوجه الضوء دي للمشكلة ذاتها. في الجامعات يا جماعة الطلبة بيقدموا بيقروا إنجليزي في الجامعة، وفي مهارتين أساسيتين ما موجودات. مهارة الاستماع، ما في listening session. اثنين، ما في speaking sessions، ما في speaking. يعني أنت بتمشي الجامعة، بتخش الجامعة، في مهارتين أساسيات في أي لغة ما بتلقاهم في الجامعة. وفي النهاية بعد 4 سنين يخرجوك، أنت قريت آداب، لغة إنجليزية، فرنسي، جابانيز، whatever قريت، وعايزينك تتخرج وانت ماهر، بارع، شاطر، قادر، مؤهل تتكلم اللغة الإنجليزية، بينما انت ما درست ولا قصة عن الاستماع ولا قصة عن الكلام. ما في امتحان بيسألوك عن كلام، انت بتتكلم كيف وهي لغة، ولا انت بتسمع سمعت شنو، ولا استماعك كيف عامل كيف. ولذلك يا جماعة انا قاعد اقول في السودان تدرس اللغات واللغة الإنجليزية بالتحديد في المعاهد والجامعات والكليات على الأسف بطريقة أو نهج المادة. يعني نحن نشوف الناس بيدرسوا في الجامعات بيدرسوا له مادة إنجليزية، ما لغة إنجليزية، ولذلك المحتوى الأساسي اللي بيخلي أي إنسان يتكلم أي لغة ما موجودات، speaking والlistening. يا جماعة اللغة 95% أو 90% كلام، إذا أصلا ما في كلام في الجامعة أنا بقرأ كيف يعني، خلاص. ومن زمان حسي الحمد لله نحن بقينا في عصر أنا بسميه عصر صب المعلومات، في انفتاح في انترنت، في جوجل، في يوتيوب، بيخلي زول يمشي يعمل حاجات individuals فردية كده، يعمل حاجات فردية عشان يطور نفسه شوية. لكن ما في الجامعة حاجة، ما في زول بيوريك تعمل شنو، تبدأ من وين. كثير يا جماعة ناس محتاج يبدو له، محتاج supervisor عشان يخليه هو يعرف نفسه إنه هو ماشي صحيح ولا ماشي صحيح. قبل أنا ما أخلص كلامي ده، الآباء والأمهات اللي بيرسلوا أولادهم في الجامعات والكليات إلى يدرسوا لغات، وبعد يجوا من الجامعة بيتوقعوا إنه هم بيقوا كويسين وبيتكلموا إنجليزي، بيتكلموا ياباني، بيتكلموا أي واحد تاني، وهم ما بيقدروا بيتكلموا. بعد يجوا تاني بيطلبوا منهم قروش، يمشوا المعاهد مرة تانية عشان يبدوا من الصفر يتعلموا كيف يتحدثوا اللغة الإنجليزية، وهو بكون قرأ 4 سنوات في الجامعة. فأنا رسالتي للمسؤولين يغيروا المنهج والفكرة بتاع تدريس اللغة الإنجليزية في الجامعات. رجاء أيها المسؤولون في الجامعات السودانية كلها، غيروا الستايل، غيروا البرنامج بتتعلم اللغة الإنجليزية، ادخلوا حاجة اسمها speaking، حاجة اسمها listening. احنا كأفريكانز محتاجين نعمل ربط بيننا وبين العالم الثاني. الإنجليزي بيقى ما إلا زول بيقرأ طب، بيقرأ هندسة، بيقرأ كهرباء، بيقرأ مكنكة، بيقرأ شنو عشان يعرف الإنجليزي. الإنجليزي بيقى لغة خلاص، انت مفروض لو راقد في بيتكم تعرف تتكلم إنجليزي، بعد شوي بيكون لغة التواصل. الإنجليزي بيجي ما أنت تمشي له في البيت، بيجيك ما تمشي له في المعهد، بيجيك في البيت خلاص. أنت زول كبير، زول صغير، زول في النص، ما دام أنت عايش محتاج تتعلم لغة إنجليزية. فأنا رسالتي للمسؤولون أو الناس المسؤولين عن الإنجليزي بالتحديد،
رجاء رجاء عشان تكون مشكلة الإنجليزي في السودان محلولة، غيروا الستايل الهسي ماشي ده، ودخلوا للطلبة السبيكينج الاستماع والكلام، خليه يكون إجباري، إنك لازم يكون في امتحان في كلام وفي استماع إجباري، إنك أنت لازم تتعلم. بعد ذاك الناس ممكن تنفتح، ما تقول لي أمشي خليه يمشي يتعلم من النت. زمان كان ما في نت أصلاً، الحياة دي كلها جات جذاب، وأنا بتكلم من زمان كان ما في الحاجة دي. مفروض الآن مع وفرة المعلومة مع الأمور الآن بقت العالم بقى حاجة واحدة، تكون في استماع، يكون في استماع ويكون في كلام ويكون في امتحان في الكلام ويكون في تحديد مستوى في الكلام ويكون في تحديد مستوى في الاستماع، استماعه كيف، عشان نقدر يا جماعة نضمن جيل متخرج من جامعات ومؤهل يتحدث اللغة الإنجليزية أو يدرس اللغة الإنجليزية. نحن قاعدين نقول ما أي إنسان بيتحدث الإنجليزية ممكن يدرس، لكن أي مدرس مفروض يتكلم. طيب انت بتخرج لي ناس من الجامعات عشان يمشي يدرس اللغه الانجليزيه، يدرسوا زول يتكلم، وهم نفسهم ما بيتكلموا لان هم في الجامعه ما لقوا كلام، وتخرجوا ما بيتكلموا، وعايزهم يدرسوا لي في المدارس يطلعوا لي زول بيتكلم. يعني فاقد الشيء يا جماعه لا يعطيه، انا ما عندي حاجه ممكن اديها لزول الثاني. فانا تخرجت من الجامعه ما قالوا لي في كلام، اجي المدرسه اقول في كلام برضه ما في كلام. فبنخرج جيل يا جماعه يعرف يكتب، يعرف يقرا، بيفهم لما الخواجه يتكلم، لكن هو ما بيقدر يرد. والتعلم يا جماعة، تعلم اللغات كلكم تعلمون هو عملية لسان، اللسان ده محتاج يتحرك. يعني لو ما عملت ممارسة، لو حفظت الدنيا دي كلها ما حتتكلم، إلا تعمل ممارسة وتعود لسانك. اللسان لازم يعوج على اللغة ويتكلم، يكون في كلام كثير جدا. فالناس ما تخلي الطلبة براهم يقول لهم يا خليهم شي يجتهدوا براهم، أبدأ لي في الجامعة وخليني بعد ذلك مش أجتهد، أديني عناوين، أديني بداية وأنا بعد ذلك مش أطور ذاتي بذاتي. فأنا كأستاذ عزيز من هذا الفيديو أطلب طلب خاص من المسؤولين، انه ضعوا اللغه الانجليزيه في الاهتمام، خلوا الطلبه اللي بيقدموا للجامعات يتخرجوا ناس بتحدثوا اللغه الانجليزيه بصوره عاليه، عشان يكون عندنا السودان فيه لغه انجليزيه، فيه ناس يعني جاهزين مؤهلين انه يدرسوا اللغه الانجليزيه. لو سالنا او جبنا اي زول خديناه في منبر بتاع اي حاجه يتحدث يقول لنا العالم يتكلم لنا باللغه الانجليزيه، يتكلم لنا باللغه الانجليزيه صوتا لكنه صحيح، لغه قواعد، اي حاجه صوت يكون يتكلم، مش يقرأ لنا من الورق، يقرأ لنا من الورق، يكون إنسان قادر أن يتحدث. وده لازم يا جماعة يتبني من جوا. نحن من محلية ده بدعي أي زول، أي زول سمع الفيديو ده أو سمع كلامي ده، كان الأمهات ولا الآباء ولا الشباب الناس المتابعين، لو بتعرف أي زول مسؤول في الاتجاه ده وريه إنه خليه غير النمط بتتعلم اللغات في جامعات السودانية، عشان نكون في تطور في تغيير. وإلا ما حيكون في تغيير، ما حيكون في تغيير. وحتى لو بقى في تغيير بيكون في تغيير فردي، وبالتالي بيكون في المية بتطلع اثنين، في الألف بتطلع خمسة كده، ما في حاجة، ما بتطلع عليك دفعة بيتحدثون اللغة الإنجليزية. وإن شاء الله أتمنى الرسالة تكون وصلت أي زول بحمدوك، أي أخ صغيرون، أي بني آدم مسؤول يكون يسمع الرسالة دي. ياريت الفيديو دي يسمعه أي زول، ياريت تشير هذا الفيديو، شيروا لأي حتة، حضوا وديوا أي محل، وديوا التلفزيون، وديوا الإذاعة، وديوا القنوات، وديوا اليوتيوب، وديوا لحمدوك في البيت، وديوا لأي زول عشان يسمعوا، عشان يقدر يغير. رسالة من سوداني عادي. شكرا جزيلا.